كلنا بنعرف انه اذا بتحاول تقلي مي بزيت حامي اشي كارثي حيصير، بس اليوم هذا اللي راح اعمله باستخدام العلم. اول اشي حطيت شوية زيت على النار، بعدين جبت فقاعة المي اللي عملتها بالفيديو الماضي وحطيت عليها شوية طحين وحسست عليها شوي يعني عشان تشعر بالامان، فاهمين علي؟ وشوي شوي نزلتها في الزيت. ما اكذب عليكم كنت متوتر لانه هذا الاشي اللي عم بعمله اليوم ضد كل اشي علمونا اياه اجدادنا. معقول اقدر جد اقلي مي؟ بعد انتظار دقائق اخيرا استوت المي وعطول اخذتها وذقتها. طعمها كان كثير زاكي، جد بنصحكم تجربوها بنفسكم.